من قرارات وزارة التربية والتعليم في تنظيم السنة الدراسية الجديدة إنه هيبقى في حظر استخدام التليفون المحمول نهائياً. الحظر ده لا يسري على الطلاب بس، ولكن على كل الناس، على الطلاب وعلى المعلمين طول اليوم الدراسي، طول ما هم موجودين جوه المدرسة. القرار ده صادر من وزارة التربية والتعليم، لكن كما هي العادة في كل ما يأتي من وزارة التربية والتعليم ممكن يبقى في نوع من النقاش والجدل. النقاش والجدل ده مدارش بين الأمهات وما بين أولياء الأمور أو الولاد أو المدرسين بس، ولكن ده دار ما بين جناحي إذا جاز التعبير البرلمان طبعا، سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ. أنا في الحقيقة للوهلة الأولى يعني كأب أو كولي أمر ممكن أقول آه والله الموضوع ده يبقى أحسن، يبقى مريح، مفيش داعي للتليفونات خالص. بالمناسبة في مدارس بتمنع وجود التليفون، مش بتمنع عدم استخدامه، إنه محدش يجي بالتليفون. فخلونا نعرف طيب ليه من الممكن يبقى فيه معارضة للقرار ده؟ جايز بالتأكيد ممكن يبقى فيه وجهة نظر نستفيد منها، وكان الطرف المعارض لقرار زي ده واحد من المعارضين المعبرين عن الموضوع، النائب إيهاب أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ. برحب بحضرتك معنا سيادة النائب. أهلا وسهلا أستاذ شريف، إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بحضرتك. ليه رافض قرار إنه ما يبقاش فيه تليفون محمول في المدرسة؟ يعني أنا أولا طبعا في البداية بحييك على كل الموضوعات الهادفة اللي حضرتك بتطرحها ببرنامجك الجميل العظيم. أشكرك، شكرا جزيلا. أنا بقول لمعالي الدكتور طارق شاوي وزير التربية والتعليم، احنا دائما بنفاجئ بقرارات مثار الجدل. معاليك كنت ممكن جدا مثل هذا القرار يطرح للحوار المجتمعي، ونقدر نطلع بمبررات ونطلع بطريقة افضل من ان احنا نفاجئ جموع المعلمين والطلاب قبل بداية العام الدراسي. ايوه بس ده قرار تنظيمي يا فندم، من حق مش بس وزير التربية والتعليم انه ياخده، من حق ناظر المدرسة انه ياخده، من حق مدير المدرسة انه ياخده. طيب تعال النهاردة يا شريف نقول الواقع التطبيقي لمثل هذا القرار، هل من المقبول ان انا افتش المعلمين وهم داخلين؟ هل قيمة المعلم ستصل الى هذه الدرجة ان هو داخل المدرسة يكون في زميل له بيتفتش؟ مش لازم تفتش، ممكن تقول له انه ممنوع تستخدم التليفون، وبعدين لما تلاقيه بيستخدم التليفون يبقى المدرس الاول المشرف عليه على سبيل المثال يقول له التليفون ده ما يستخدمش، ولو سمحت تحطه في مكان لغايه لما تخرج من المدرسه من غير تفتيش ولا حاجه. انا عايز اقول فيبدا القرار يتطبق يعني النهارده. هل التليفون المحمول النهارده معاليك اصبح النهارده وسيله ترفيهيه بل ولا اصبحت هي وسيله ضروريه؟ لا يعني حضرتك حضرتك وجه الاعتراض ايه بالظبط فيما يرتبط بوجود التليفون؟ آلية التطبيق ولا التليفون نفسه؟ الاثنين يا فندم. الاثنين. معاليك يا شريف بيه، احنا راجعين المدارس بعد غياب وشياق من الطالب ولي الامر انه يرجع المدارس مره اخرى. طيب خلينا حضرتك بتعترض على الاثنين، او شايف الآلية يعني الشكل والموضوع، الآلية والتليفون نفسه. الجانب الآخر النائبة سوسن حسني. لا يترك كله. طيب أسمع وجهة النظر الثانية بقى. النائبة سوسن حسني حافظ عضو مجلس النواب وليس الشيوخ، عبرت عن تأييدها الشديد للقرار ده. مساء الخير يا فندم. شريف، برحب بحضرتك وبرحب بالنائب إيهاب كليلة. طبعا أنا عايزة أقول إن القرار ده له شقين، أنا مؤيدة الجزء وغير مؤيدة الجزء. إيه هو الشق اللي مؤيدة له والجزء اللي متحفظ عليه؟ أقول لحضرتك أنا مؤيدة جدا لمنع الطالب استخدام الموبايل في المدرسة. أيه. لكن قرار زي ده ما ينفعش نتعامل مع المدرس والطالب قرار زي ده بالمثل، ما ينفعش نسويهم ببعض. فبالتالي أنا مع القرار ده جدا لأنه هيساعد في الانضباط داخل المدرسة. أيه. بالإضافة إن القرار ده له شق إيجابي جدا، ان احنا مثلا لو سمحنا بالموبايلات هنلاقي ان في طلاب معاهم موبايلات حديثه وطلاب تانيين معاهم موبايلات متوسطه، فده هيؤدي للتنمر ولضغوط نفسيه. حضرتك بتتكلمي على كمان بتتكلمي على مستوى اجتماعي وتربوي. طبعا احنا بغينا عن كل ده، والقرار ده تطبيقه هيساعدنا في كده. بالاضافه ان المفترض ان انا كأم لما اودي ابني او بنتي للمدرسه، المدرسه ده مكان امن مفهوم، فاي حاجه تحصل في المدرسه
المفروض ان اداره المدرسه هي اللي تتواصل مع ولي الامر، مش الطالب هو اللي يطلع تليفونه ويتصل مع ولي الامر. الحركه اللي بتكلمي عنها، الحركه اللي بتكلمي عنها نقط برضو مهمه وضروريه، وسياده النائب ايهاب ابو كليله بالنقط اللي اتكلم عنها في مساله المدرس والتعامل معاه نقطه مهمه وضروريه. دي امور انا بشكركم شكرا جزيلا طبعا. دي امور يعني المجتمعات بتوصل لها غير بالنقاش، دي حاجات بسيطه يعني بنعرف ازاي نعملها اجرائيا وننفذها على الارض ونستفيد بـ 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 بايجابياتها ونتفادى مشكلاتها او سلبياتها. انا بشكركم شكرا جزيلا على وجود حضراتكم معانا.